العرن العظم الغضروفي والأعران الوراثية المتعددة. الأوستيوكوندروما المعروف بالعرن العظم الغضروفي هو أكثر أورام العظام الحميدة شيوعاً عند الأطفال، وهو نتوء عظمي مغلف بالغضروف ينشأ على السطح الخارجي للعظم. يحتوي هذا البروز على قناة نقي متصلة مع نقي العظم الأساسي، تغطي قبعة غضروفية النتوء العظمي وهي مصدر النمو، وكيس مملوء بسائل يدعى الجراب الزليل. تكون القبعة الغضروفية سميكة عند الأطفال، وتقل سماكتها خلال فترة المراهقة، وتصبح أقل من 1 سنتيمتر عند البالغين. تتميز الأعران المتعددة الوراثية بوجود 2 أو أكثر من الأعران في الهيكل العظمي المحيطي أو المركزي. يظهر العرن العظمي الغضروفي بشكل عام بشكل عفوي بدون سبب واضح، لكن الأعران المتعددة عادة ما تكون نتيجة لاضطراب وراثي. ومع ذلك هناك أيضا شكل غير وراثي منها تظهر فيه العديد من الأعران بالصدفة بشكل عشوائي. قد يكون للعرن ساق واضحة وغطاء بصلي الشكل يشبه الفطر أو زهرة القرنبيط، يدعى هذا النمط بالعرن المعنق. الأعران المسطحة ذات القاعدة العريضة تسمى الأعران اللاطئة. تعتبر الأعران المعنقة أكثر شيوعاً في الحالات المعزولة، وتكون الأعران اللاطئة أكثر شيوعاً في حالات الأعران الوراثية المتعددة. يمكن أن يظهر العرن في أي عظم، عادة بالقرب من نهايات العظام الطويلة وبالقرب من صفيحة النمو، لكن غالباً ما يظهر حول الركبة أو عظم العضد القريب. عظم الفخذ البعيد هو المكان الأكثر شيوعاً. عادة ما تظهر خلال العقد الثاني من العمر، ويصاب الذكور أكثر من الإناث. ينمو هذا الورم بشكل عام مع نمو الطفل، ويتوقف عن النمو بمجرد أن يصل الطفل لسن البلوغ، ويبقى حجمه ثابتاً بعدها. معظم الحالات لا تسبب أعراض، غالباً لا تشخص إلا إذا شوهدت صدفة في صور شعاعية مأخوذة لسبب آخر. ومع ذلك قد تلاحظ بروز صغير قاسي غير مؤلم في إحدى العظام، عادة بالقرب من المفصل، الأكثر شيوعاً حول الركبة، ولكن يمكن أن يظهر في جميع العظام تقريباً كما قلت سابقاً. ألم مع حركات معينة إذا كانت الأوتار تحتك بالورم. إذا ضغط الورم على العصب فقد يكون هناك خدر وتنميل في الطرف المصاب. مشاكل في الدورة الدموية في الطرف إذا كان الورم يضغط الأوعية الدموية. في بعض الحالات يمكن أن يسبب الرد كسراً في سويقة العرن المعنق، سيؤدي ذلك إلى ألم وتورم فوري في منطقة الورم. يمكن أن يسبب العرن مشاكل وظيفية وتحدد مجال الحركة عن طريق التسبب في صدام المفصل. في الحالات الأكثر شدة يمكن أن تؤثر الأعران المتعددة الوراثية على النمو الطبيعي للعظام عند الأطفال. قد يعاني الأطفال المصابون بهذه الحالة من قصر القامة، تشوه وتزود طرف، ذراع أو ساق أطول من الأخرى. نظرا لأن الأعراض قد تكون ناتجة أيضا عن حالات مرضية أخرى أكثر خطورة، فمن المهم أن يتم تقييمها من قبل طبيب مختص للوصول إلى تشخيص دقيق. استشر الطبيب دائما إذا كان لديك أي مخاوف. سيسأل الطبيب عن صحة طفلك وعن وجود أي أعراض من أجل الحصول على قصة واضحة للمشكلة، وسيجري فحص جسدي دقيق لتقييم الكتلة ووجود إيلام. إذا اشتبه بالعرن العظمي الغضروفي فسيطلب إجراء تصوير شعاعي بسيط. في جميع الحالات تقريبا يمكن تشخيص العرن باستخدام الأشعة السينية البسيطة. التصوير بالرنين المغناطيسي MRI له ما يبرره. عندما يكون هناك قلق من الضغط على أنسجة الرخوة المجاورة، أو ظهور ألم جديد في المكان، أو كان هناك قلق من التحول السرطاني الخبيث، هذا التصوير مفيد أيضا في تشخيص الأعران في المناطق التي تصعب مشاهدتها بالأشعة السينية. إن أخطر مضاعفات العرن العظمي الغضروفي هو التحول السرطاني الخبيث الذي يحدث عادة داخل القبعة الغضروفية ويؤدي إلى تطور ساركوما غضروفية ثانوية. معظم هذه الأورام الخبيثة منخفضة إلى متوسطة الدرجة، والتي عادة لا تكون من النوع العدواني، ولكن تجب إزالتها بغض النظر. كقاعدة عامة، يجب أن يخضع كل مريض يعاني من بداية جديدة للألم غير المبرر بالقرب من عرن موجود سابقاً، أو إذا استمر العرن في النمو بعد توقف الهيكل العظمي عن النمو، للتصوير بالرنين المغناطيسي لاستبعاد الساركوما الغضروفية الثانوية. أكثر موجودات التصوير بالرنين المغناطيسي موثوقية هي سماكة القبعة الغضروفية. كما ذكرت سابقاً، تكون القبعة سميكة عند الطفل، قد تكون تقريباً 2 سنتيمتر، وتقل سماكتها خلال فترة المراهقة، وتصبح أقل من 1 سنتيمتر عند البالغين.
إن سمكة القبعة الغضروفية الأكبر من 3 سنتيمتر عند الأطفال أو الأكبر من 1 سنتيمتر عند البالغين هي علامة على التحول الخبيث. يعتبر التحول الخبيث نادر نوعا ما، وبالتالي فهو ليس سببا لإزالة جميع الأعران. تشير التقديرات إلى حدوثه في حوالي 1% من حالات الأعران المعزول الوحيد، وما يقارب من 5-10% من حالات الأعران الوراثية المتعددة. لذلك ينبغي على الطبيب مراقبة الأعران. العلاج: لا تحتاج معظم هذه الأعران إلى علاج، ستتوقف عن النمو وتظل مستقرة عندما تتوقف عظام الطفل عن النمو. يجب تثقيف المرضى وأهلهم حول احتمال التحول الخبيث وعلاماته وأعراضه مع المتابعة حسب الحاجة. قد يحتاج المرضى الذين يعانون من الأعران المتعددة الوراثية إلى مراقبة تطور تشوهات الأطراف. قد يرغب الطبيب في إجراء أشعة سينية بشكل منتظم لتتبع أي تغيرات في الأعران. الجراحة ضرورية فقط إذا كان الأعران يسبب ألما شديدا أو كسرا أو يقيد حركة مفصل أو يضغط على أوعية دموية أو أعصاب أو يؤثر على النمو أو إذا كان حجمه كبيرا جدا أو بحال القلق من حدوث تحول خبيث. عادة ما يكون علاج العرن الجراحي عبارة عن إزالة جراحية بسيطة للآفة من سطح العظم. سيحرص الجراح على عدم الإضرار بصفيحة النمو لضمان النمو البدني الطبيعي للطفل بعد العملية. إذا تسبب العرن العظمي الغضروفي في حدوث تشوه في مفصل مجاور كفحج الركبة على سبيل المثال، أو اختلاف طول الساق أو مشكلة أخرى، فيمكن القيام بإجراءات إضافية لمعالجة هذا التشوه في وقت إزالة العرن. بعد استئصال العرن يجب أن يكون المريض قادرا على العودة إلى المنزل في نفس يوم الجراحة. فترة التعافي من استئصال العرن الصغير قصيرة، حوالي أسبوعين حتى يخف التورم ويشفى الشق الجراحي. بالنسبة للعرن الأكبر الذي يتطلب شقا أكبر وتعرضا جراحيا كبيرا، قد يكون التعافي أطول من 4-6 أسابيع، وقد يشمل استخدام عكازات. إذا تضمنت الجراحة تصحيح تشوه ما، فقد يستغرق التعافي عدة أشهر حسب نوع الجراحة. إن احتمالية عودة العرن للظهور بعد الاستئصال منخفضة للغاية، حوالي 2-5%، خاصة إذا تمت إزالتها في سن مبكرة.